حنروح للدمام وبالتحديد الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية اللي أقيم هناك واللي أثبت عزم المملكة على تخفيض نسبة الحوادث والوفيات بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات واللجان المعنية بالسلامة المرورية في المملكة. خلينا نتابع مزيد من التفاصيل مع معالي راضي. خمس اتفاقيات في مجال السلامة المرورية شهدها الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي أقيم برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وتكريم عدد من الجهات المشاركة والفائزين في مسابقة الابتكار. هذا يعتبر المؤتمر الخامس للسلامة المرورية وهو يعقد طال عمرك كل سنتين، وزي ما انتم شايفين الحضور ولله الحمد من كافة دول العالم، ويعتبر اعتقد انه الاول من نوعه في المنطقة، ويعني في جميع ما هو يعني في المبادرات الجديدة والتكنولوجيز الجديدة فيما يخص السلامة المرورية. لما نقول معرض وملتقى أهلا وسهلا بكل الجمهور وكل الناس يكونوا موجودين عشان يشوفون التجارب اللي موجودة، يعني ما نكتفي بس انه والله الأب يسوق السيارة ويطلع أو شيء، تعال أهلا وسهلا فيك وشوف المعرض. أنا إن شاء الله موجود وسعيد جدا أني أكون مع أخواننا في وزارة الداخلية وفي المرور تحديدا في المركز الوطني لسلامة الطرق، وإن شاء الله قريبا جدا عن MBC هيكون في البرنامج عن هذا الموضوع. ويستمر الملتقى لمدة 3 أيام حيث يشارك 30 متحدثا من 12 دولة في تقديم أوراق العمل تخص مواضيع الحركة والتنقل الذكي والسلامة المرورية واستخدام التقنية الحديثة وتطبيقاتها. اليوم احنا نناقش قضايا مشتركة تهم قائد المركبات، نناقش كيف نرفع السلامة العامة بصفة عامة، كيف نحافظ على أنفس الممتلكات. من المؤكد انه احنا محتاجين نستخدم ايضا البيانات والذكاء الاصطناعي ايضا في توفير معلومة تدعم صاحب القرار، وان شاء الله نقول انه احنا الان يعني في زهو تقرير منظمة الصحة العالمية اللي أشار إلى خفض أعداد الوفيات لكل 100,000 في 3 سنوات الماضية، ولم تتحقق إلا بدعم من القيادة الرشيدة. وكان لشركة نجم لخدمات التأمين دور مهم في تقديم مجموعة متكاملة من خدمات التأمين على المركبات وإعداد التقارير بطريقة إلكترونية حديثة وتقديم أفضل الخدمات والحلول العادلة لقائد السيارات في المملكة من خلال المشاركة بجلسة حوارية باليوم الثاني بالملتقى. طبعا شركة نجم من تأسيسها في عام 2007 وهي مناط فيها دور حضور الحوادث للعملاء المؤمنين حقيقة. طبعا شركة نجم أحد أهدافها البارزة كذلك هي رفع السلامة المرورية، رفع الوعي في السلامة المرورية، وقد قامت نجم بعدة حملات منها وصل سالم، منها أمن تأمن كذلك، ومنها الآن حياتهم لا توقفها، وهي أحد الحملات التي تبادر لاهتمام قائدي المركبات بحياة من هم بجانبهم أو عوائلهم أو قائدي المركبات الآخرين في الشوارع. لذلك نتمنى من الجميع أن يعتدوا من هذه الحالات التي تكون فيها وفيات، أن يكون هناك وعي بالسلامة المرورية، فمن يقود المركبة هي سلاح ذو حدين، نرجو منهم الانتباه ونتمنى لهم كل سلامة بإذن الله. صاحب الملتقى معرض السلامة المرورية لتقديم حلول مبتكرة وطرق تطبيقها لتحسين مستوى السلامة المرورية على الصعيد الوطني. أحد مبادرات لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية برنامج قيادتي نازل ب6 لغات، الهدف من هذا البرنامج تجنب أخطاء الآخرين على الطرق، والبرنامج بعد ما تجتاز 80% من الاختبار راح تطلع شهادة إلكترونية ترسل لإيميل المستخدم. كل هذه الجهود تأتي لخفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطرق. لبرنامج صباح الخير يا عرب، معالي راضي، الدمام.